صباح الخير كل اخوتي، صباح المسيح يكون معكم امين. كالمعتاد اليوم الاثنين 17 اكتوبر من 2022 وسبعة بابا، هذا اليوم سبعة من الشهر المبارك بابا، احسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم ونحن به دوه واطمئنان، مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب. يا ابائي واخوتي امين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس الأنبا بولا الذي من طموح، ولأنه كان يميل منذ حدثته إلى العزلة والانفراد، فقد قصد جبل أمسنة وسكن به وأقام معه هناك تلميذه حزقيال، هذا الذي شهد بفضائله، ومن ذلك إنه من فرط محبته للسيد المسيح له المجد أضنى جسده بالزهد والتقشف والأصوام والصلوات الكثيرة التي تفوق طاقة البشر، حتى استحق أن يظهر له المسيح ويطوبه على سلوكه في هذه الحياة الدنيا. مسلك الكاملين الذين جاهدوا ضد الجسد والعالم والشيطان حتى تغلبوا عليهم. فقال له الأنبا بولا: كل هذا بعنايتك يا خالق البشر وفاديه بموتك عنا، نحن الخطاه غير المستحقين. فعزاه الرب يسوع وقواه. ولما مضى أبونا القديس بشوي إلى جبل أنصنا، اجتمع فيه القديس الأنبا بولا، وقال السيد المسيح للأنبا بولا: إن جسدك سيكون مع جسد صوفيا بشوي. وقد تم له ذلك، إذ إنه لما تنيح الأنبا بولا وضع جسده مع جسد الأنبا بشوي. ولما أرادوا نقل جسد القديس الأنبا بشوي إلى برية القديس مقريس بشهيد، حملوا جسده إلى مركب وتركوا جسد الأنبا بولا، فلم تبرح المركب مكانها حتى أحضروا جسد الأنبا بولا ووضعوا بجواره وأتوا بهما إلى جبل شهيد. صلواتهما تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم آمين. يا رب لو عجبكم يتمنى يكون خير ليكم كلكم. صباح جديد مع قناتكم قناة الملكة والأمير، أخوكم الشماس جرجس مبسي. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. عندنا أخبار جميلة وحلوة جدا جدا. قبطي مسيحي عميد لكلية الصيدلة ببني سويف، رئيس جامعة بني سويف يهنئ الدكتور باسم أنور شحاتة لصدور قرار رئيس الجامعة بتسيير أعمال عميد كلية الصيدلة. يتقدم الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بقالة التهاني القلبية للدكتور باسم أنور شحادة لصدور قرار رئيس الجامعة بتسيير أعمال عميد كلية الصيدلة، متمنيا لسيادته دوام التوفيق والسداد. كما يتقدم بالشكر للدكتورة هبة فاروق على مقدمته لخدمة الجامعة خلال فترة العمادة. أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا بقيام الدكتور باسم أنور شحادة بأعمال عميد كلية الصيدلة ببني سويف. خبر آخر وهو من الأخبار الصارة الجدل أيضا، فيديو نوح طفل مصري عبقري متعدد المواهب، ورغم ذلك رفضته مدارس حكومية ودولية لإصابته بمتلازمة إسبريجر. أبكى أريد الذهاب للمدرسة، وناشطون يطالبون بتدخل حكومي لإنقاذه. حين سئل نوح الطفل: نوح هل تريد الذهاب إلى المدرسة؟ رد بطلاقة بالإنجليزية: نعم ما زلت أبكي من أجل ذلك. رد عليه من وجه السؤال: لا لا، ستكون على ما يرام، لا تقلق. نوح عمر 8 سنوات، طفل مصري محروم من التعليم حيث رفضت المدارس، والسبب إصابته بمتلازمة إسبرجر التي جعلته يتحدث الإنجليزية فقط منذ ولادته دون تعلم. وقالت جدة نوح في تصريحاته ووالدتها الفضائية العربية: المشكلة عندي في العربي، العربي ما يعرفش حاجة فيه، كان طفل مولود برا وجاي ما بيعرفش عربي، مضيفا: بس هو اتولد هنا وعنده متلازمه انجليزي. وطبعا كل المدارس لما تعرف ان هو عنده توحد بترفضه تماما. متلازمه اسبريجر هي احد اضطرابات طيف التوحد، المصابون بما لديهم صعوبات في التفاعل مع من حولهم، رغم اتقان روح العديد من المهارات مثل الموسيقى والرسم ومونتاج الافلام الكرتونيه، إلا أن أكثر من 20 مدرسة حكومية ودولية رفضته حتى المختصة بالتوحد. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طلبوا تدخل الحكومة لإنقاذ نوح الطفل نوح تحت وسام حق نوح في التعليم. وكتب محمد ياسين: حق نوح في التعليم وأبسط حقوق الإنسان وعلى وجه الأرض أنه يتعلم. وعلق عادل حلمي: تجاهل مسؤولون حالته ويهدد ضياع مستقبله، نوح طفل بقدراته الخاصة ترفض المدارس استقباله. كما علقوا على حساب: بسم الله ما شاء الله، ده مش توحد، ده تميز في نظري.
وكان لنور رأي مختلف على ذاته والجانب الإيجابي للحالة وهي تحدثه الإنجليزية بشكل ممتاز. ما أظنش ده سبب الربط لأن المدارس الدولية طبعا بتقبله، لكن الجانب الآخر من الحالة لو ده التشخيص صح فبيكون عنده نوبات عصبية شديدة، فلو التفاعل والانتماء مع اللي حواليه، وده الأصعب للأسف، انطوائي جدا عايش في عالم افتراضي خاص بيه. واتفق معهم احمد حسن وكتب: يا جماعه المدارس المتوفره حاليا مش من مصلحه الطفل، لازم تنميه مهارات من نوع خاص، وعلى الشهاده ممكن ياخدها منزلي. انتوا سمعتوا وشفتوا الجانب الايجابي، الجانب الاخر ليه منظور اخر، يعني عصبي بيقعد لوحده ومش عايز يتعامل مع الناس، ولو تعامل بتنمر هتبقى كارثه. اما حنان دانيال فرات ده اسمه تمييز، من حقه يدخل مدرسه ويتعلم ويتعامل زي الطلاب، اندماجه هيكون مفيد جدا ليه. للاسف في عقليات عندها عتا في تفكيرها في بلدنا. وطلب احمد قائلا: لازم ياخد حقه في التعليم، تابع برنامج الدمج ودعم التعلم، وهذا كان قرار رئيس الجمهوريه. وعلق: لو الطفل هذا اتولد في السويد كان ينقل في المدرسه المخصصه له مع معلميه واصحابه في الفصل والمدرسه، الاندماج ها هو ما تفتقر اليه بلدنا النائمه. وكتبت ايمان: لدرجه وصلنا في الجهل طفل يحرم من التعليم، حتى لو معه توحد لازم يكون هناك طريقة عشان يتعلم. خلص تذكرت كل الأبواب بوجه الله، وإحنا شعوب بتهوى وتعشق الانتكاس بكل شيء. وعلقت زينة: والله المدارس هي الخسران بالتوفيق إن شاء الله يا عبقري. وراء حسابها: طب كويس إنهم رفضوه لأنهم غير مؤهلين في أكاديمي موازي للتعليم دخلوه فيه، وياخد شهادة منزلي عادي جدا جدا. لدينا خبر آخر: ياسمين العز: أنا مش ضعيفة ولا ملطشة. ياسمين استنكرت الإعلامية ياسمين وعلى عز حملة الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وببركت أخبار على لسانها، ونفت ياسمين عز حقيقة تصريحاتها: لو جوزك على علاقة بواحدة تانية معناها إنه راجل محبوب، مؤكدا إنه مفبرك. وأوضحت خلال برنامج كلام الناس: أسلوب الببركة هو أسلوب رخيص يلجأ إليه البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، والحقيقة أنا بكره الأسلوب ده متابعة، أنا مش متطنشة ولا ملطشة وعشان تقلب تصريح على لساني وتفتكرني مش هرد، لا انا هطلع واوضح انا قلت ايه والكلام ده ما قلتهوش خالص. وقالت ايضا: انا مش شخصيه ضعيفه عشان اقبل فكره ان جوزي يخوني ولا اي ست تقبل الكلام ده. مضيفا: الفيديو اللي اتعرض ده قديم وما كانش ده سياق الكلام، وتم اختصاص الكلام عشان نشوه صوره ياسمين. اخبار جميله واخبار لذيذه. ولدينا كمان ايضا بعض الاخبار بس هنديها لكم ان شاء الله اول باول، ولكن كل اللي يهمنا ان احنا نطلب من ربنا ان يحفظ لنا البابا تيودروس البابا وتراك الكرازه المقصيه، البابا الحبيب المعز لنا، البابا اللي بيعشق كل اولاده، ودايما يا ربي نطلب لي الحفاظ ودوام الصحه والعافيه. ونطلب كمان لرئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يديله طول العمر ويحفظه يا رب، ويبعد عننا الغلاء والوباء، ويا رب دايما مصر تكون غالية علينا وغالية على كل المصريين اللي بيحبوها. شكرا لكم احبائي واعزائي مع قناتكم قناة الملكة والامير، وارجو ان يكون يعني لفت انتباهكم كل ما هو جديد، وان شاء الله هيبقى معانا فيديوهات احسن وافضل 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 مع مشتركين الجمال مع المشتركين المحبين. واعتذر عن اي كلام صدر مني ضد اي حد، ضد اي مسؤول، ضد اي شخصية دينية، لاني انا لن اقصد طبعا، لان البابا ده هو ابونا كلنا، هو اللي بيحمينا وهو اللي بيحفظنا وبصلواته بنعيش بيه وبنتركه، وهو يعتبر خلف القديس العظيم ماري مرقس. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام، ربنا يكون معكم.